كرة عند سعادة، تمريرة إلى العطار، العطار عبد العطار، فرصة لفريق الجزيرة، تسديدة ومتابعة والهدف الأول، جول، هدف أول عن طريق حمزة الصيفي بعد متابعة ولا أروع. حمزة الصيفي في الدقيقة 30 يسجل هدف الافتتاح بعد هجمة بدأها عبد الله العطار، وصلت وسددت وتصدى لها محمد بن ربهان، ثم تابعها اللاعب حمزة الصيفي وهدف الافتتاح في الدقيقة 30. شاهد مرة ثانية، شاهد تمريرة تصل إلى العطار، راوغ العطار ثم مرر سدد علي علوان، وصلت بعد أن تصدى لها محمد بن ربهان، وصلت إلى حمزة الصيفي وعلي علوان يرد سريعا علينا ويشكل خطورة في اللقطة الماضية، سدد الكرة، تصدى أبو نبهان، تابع حمزة الصيفي داخل المرمى، هدف الافتتاح لمصعد فريق الجزيرة، هدف مقابل لا شيء. ركنية على مصعد فريق الجزيرة منفذة خطيرة لفريق الجزيرة، فيها الخطورة هذه الكرة، فيها الخطورة، وهناك هدف ثاني، هدف ثاني عن طريق اللاعب إبراهيم سعادة. إبراهيم سعادة يسجل الهدف الثاني مصعد فريق الجزيرة، هدفين مقابل لا شيء مباشرة بعد خروج صلاح أبو السيد. إبراهيم سعادة يسجل أيضا ثاني أهدافه في بطولة الدوري، هدفين مقابل لا شيء، كرة على الزاوية اليمنى والجزيرة يتقدم بهدفين دون مقابل. شاهد مرة ثانية، أعتقد حمزة الصيفي بالصناعة، والمتابعة للاعب إبراهيم سعادة. نعم الصيفي سجل هدف وصنع الثاني، سجل هدف وصنع الثاني، تسديدة بالعقل فريق الجزيرة إن استمر فائزا سيتقدم خطوة نحو الأمام. الآن فرصة محمد يسدد والفرج يأتي، الفرج يأتي وسجود الشكر عند إبراهيم حلمي، والفرج يأتي بقدم محمد عبد المطلب. محمد عبد المطلب يزور الشباك في الدقيقة 3 من أحداث الشوط الثاني، هدف أول في هذه المباراة وهدف أول لفريق البقعة في الدوري بعد خطأ دفاعي، تقدم بوجبا راوغ وسدد داخل المرمى بخطأ نادر من خط وسط ودفاع فريق الجزيرة. يسجل محمد عبد المطلب الهدف الأول لفريق البقعة. جزيرة بالهجوم، حسين عبدات يمر، والآن علي علوان، علي ومتابعة، وهناك هدف لمصعد فريق الجزيرة، الهدف الثالث عن طريق اللاعب علي علوان. علي علوان يرد سريعا على هدف البقعة ويسجل الهدف الثالث، الهدف الثالث يعني كأني لمحت الكرة تصدى لها الحارس، ولكن هو هدف مصعد فريق الجزيرة. وفي الإعادة الإفادة، هذه الإعادة من جديد، نشاهد علي علوان تقدم وسدد داخل المرمى، رغم يعني كان عليه مضايقة، ولكن نجح علي علوان بالتسجيل، وهدف ثالث، هدف ثالث لمصعد فريق الجزيرة رغم الدفاع في اللقطة الماضية. شاهد التمريرة من أعتقد حسين عبيدات، والمتابعة تأتي من علي علوان اللي ساهم في هدف ثاني، هدف ثالث. الآن هجمة خطيرة فيها الخطورة، والهدف الرابع، الهدف الرابع، ولا يحتفل حسين عبيدات لأنه سجل في مرمى فريقه السابق، هدف رابع عن طريق حسين عبيدات في الدقيقة 75. حسين عبيدات يستثمر كرة ويضرب خط دفاع فريق البقعة، وما في تسلل في اللقطة الماضية. نشاهد الفرصة والتحرك الرائع لحسين عبيدات، تقدم وسدد
على يسار الحارس محمد أبو البهان. هذه الإعادة من جديد، علي علوان يتقدم يخترق، يمرر كرة ممتازة إلى حسين عبيد. تفاهم كبير في اللقطة الماضية، يعني لو تأخر شوي علي علوان لكان متسلل لحسين عبيدات، ولكن تمريره بتوقيت مناسب. عبيدات يمرر كرة ممتازة عند علي علوان، علي يخطف الكرة يتقدم علي علوان، علي علوان والهدف الخامس، الهدف الخامس عن طريق علي علوان، نجم اللقاء بدون منازع. علي علوان يسجل الهدف الشخص الثاني والهدف الخامس لفريق الجزيرة، 5 أهداف مقابل هدف واحد من هجمة بدأها علي علوان، تجاوز قلب الدفاع ثم سدد بالزاوية البعيدة، الهدف الخامس لمصعد فريق الجزيرة بعد تمريرة وصناعة وأسست من قبل حسين عبيدات. نشاهد مرة ثانية، نشاهد علي علوان بالهدف الخامس بكل هدوء، يتجاوز المدافع ويسجل بكل ثقة داخل المرمى، هدف خامس لمصعد فريق الجزيرة.